بالنسبة للمرزوقي برد ثم كذبة كبيرة اطلق رئيس جمهورية، رئيس جمهورية رقتها صحبة وزير العدل سيد نور الدين الحيري وزير حقوق الإنسان سمير الدين. الكذبة دي هي غلق سجن الناظور ومشي المرزوقي وسايب عصفور وراه سامحني اللي ما يكونش حق تسمى يكذب وراه سجن الناظور يخدم وراه الفضيحة وأنه جاء وفد تركي على أساس وأنه طلب زيارة سجن الناظور لأنه كما قال مرزوقي باش يولي متحف وطلب زيارة متحف سجن الناظور وتم لما تم إعلامه أنه سجن الناظور يخدم مش متحف تغش شهر رحمة الله معناتها سياهم تونس فضيحة بالنسبة لتونس وصلنا نكذبوا في كل شيء ونندمجوا في كل شيء.